كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نعيش اليوم أجواء الصالة الأندلسية الكبرى احتفاء واحتفالا بذكرى 9 أبريل تاريخ الزيارة الملكية الميمونة للسلطان محمد الخامس طيب الله ثراه لمدينة طنجة. هذه الزيارة التي تكتسي أكثر من دلالة، خاصة وقد كانت شرارة لانطلاق كفاح مستمر من أجل نيل الاستقلال وتخليص المغرب من ربقة الاستعمار. السهره كتقام بمناسبه الذكرى 9 ابريل الخالده اللي كتميز بها مدينه طنجه، وارتأت الجمعيتان اللي هي الجمعيه المغربيه الموسيقى الاندلسيه وجمعيه وليع الموسيقى الاندلسيه بطنجه بتنظيم هذا الحفل الساهر اللي كيتميز بالكورال اللي كيحتوي على 45 مولوعه ومولوع بالموسيقى الأندلسية، واللي كيأديو هذا الميزان اللي هو بسيط الحجاز الكبير، اللي هو ميزان ماشي سهل في الموسيقى الأندلسية، ونظرا لأنهم غير والوعين وغير هواة وأدوا بهذه الطريقة هذه رائعة، زعما لهم كل الشكر وكل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.